أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض علماء الجيولوجيا والآثار يقولون إن هناك آثار لسفينة نوح عليه السلام موجودة إلى الآن، وإنها رست فوق جبل بلبنان، فهل هذا صحيح؟ الذي يذكره المفسرون أن الجودي في أرض العراق، والظاهر أن اسمه موجود إلى الآن، سمى الجودي، وأما بقى شيء من السفينة الله أعلم، الله أعلم بذلك. نعم، لكن باقي جنسها، باقي جنس السفينة، وهي المراتب التي تشاهدونها في البحار، هذه من جنس السفينة. نعم.